رمضان يعتكف كما أنتم تعلمون، ينقطع عن أهله وبيته وزوجاته ويسكن المسجد، ما يخرج منه. هو النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس العبادة، كل العابدين الذين جاءوا في هذه الأمة وبرزوا بقيام الليل، بصيام النهار، بكثرة الذكر، بمجاهدة الهوى والنفس والشيطان، كل العابدين في هذه الأمة أستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد العابدين وهو أعبد العابدين لله عز وجل. في رمضان يقول الصحابة في وصفه أنه كان في اعتكافه ينقطع إلى العبادة، يشد المئزر، يقوم الليل، في الرواية جد واجتهد في العبادة. هو حياته كلها جد، حياته كلها اجتهاد صلى الله تعالى عليه وسلم، فكيف كان اجتهاده في آخر رمضان؟ حتى الواصف يصفه بأنه اجتهد في العبادة، حياته كلها اجتهاد. معناه كان اجتهاده في شهر رمضان، في آخر رمضان، شيء لا يوصف.